السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي أهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد. لا النهاردة نتابع فيديو التشبيك بتاع الوحدة بتاعت دمجنا غرزة الجراني مع الأناناس في مربع في منتهى الجمال. تمام، فالنهاردة هنبدأ مع بعض نعمل تشبيك الوحدة الرابعة. انا حبيت اعمل لكم الاربع وحدات بحيث لو حبيت تعملي مفرش يبقى ما فيش مشكلة عندك في الحوار ده، لان شوية فيها تركية كده فلازم ناخد بالنا كويس. في حاجة كمان حبيت اقولها قبل ما ابدأ، الخيط احنا قلنا الخيط قطن مصري اللي انا عملته هو للتطريز، بس انا حبيت اعمله للكروشيه عشان ناعم ومتماسك شوية. بس انا كمان حبيت التماسك بتاعه يكون اكتر زيادة، فحاولت انشيه زي ما انتم شايفين. الجزء الاوف وايت ده الجزء من اول هنا اوف وايت، فحبيت انشيه شوية استخدمت النشا فمسك نفسه بالشكل ده معايا. بس حبيت اعرفكم علشان تقولولي انه احسن، ترى الخيط العادي زي ما هو ولا ما نشيته كده. فهو عمل زي رافائيلا وهو ناشف كده. تمام، هبدأ دلوقتي. طبعا احنا قلنا الجزء اللي من الناحية دي اللي هو فيه غرزة البيكو اللي هو دوت، ده كامل خلاص، دي وحدة كاملة انا عملتها مفيهاش اي مشكلة. والناحية التانية كمان عملت غرزة بيكو هنا، ده خلاص كده خلاص خلصت الجزء ده. جيت هعمل هعمل الوحدة اللي هتشبك مع الركن ده، فلما اجي اعملها هعمل الركن اللي فيه غرزة بيكو الناحية دي اهو من برة لان ده خلص، والجزء التاني اللي هشبكه في في ده. يعني انا هعمل الغرزة هشبكها في الجزء دوت لما اجي اوصله الناحية دي. تمام، ابدأ معايا الاول بشتغل الغرزة الاناناسة، وبعد ما اخلصها باجي هشتغل التشبيك بعد ما اخلص غرزة الاناناس. فانا بشتغل بالشكل ده وباجي اعمل غرز الحشو كده. تمام، بشتغلهم، باجي على اخر جزء هنا الغرزة 2 3 4 غرزة الصدفة، وبشتغلها 2 عمود زي ما اتعودنا، بعدين سلسلة وباجي هنا اعمل عمود واحد. تمام، هكمله طبعا زي ما انتوا شايفين المرة المخلص خالص، شفنا قبل كده في الفيديوهات بتاعت المفرش. تمام، باجي هنا بدخل اعمل منزلقة، بعمل 1 2 3 4، باخد العمود 2 هنا 1 2، بعد كده 1 2 3 4، وباجي ادخل اعمل غرزة حشو 1 2 3، واجي اعمل غرزة حشو غرزة حشو. بص هكمل انا الاناناسة الاخر لان انا عملتها في فيديو قبل كده، فمش هطول عليكم في الفيديو ده، فممكن ترجعوا للفيديوهات التانية بتاعت الوحدة لوحدها معمولة ازاي. طبعا نخلي بالنا احنا بنعمل عمود واحد هنا مش 2، يعني هنا 2 وهنا سلسلة وعمود، في كل مرة بنطلع الغرزة كلها بنعمل نفس القصة دي، بنعمل بصوا اهي 3 عواميد بس بينهم سلسلة، عمود سلسلة 2 عمود. تمام، الناحية دي كلها اللي هيحصل فيها التشبيك اهي، التشبيك هنا هيبقى بالشكل ده الغرزة بتاعتها. تمام، الناحية التانية كاملة كلها اهي. تمام، هكمل انا واجيلكوا تاني. كده بنات هنبدأ مع بعض نعمل التشبيك. احنا ماشينا على كل الغرزة بتلاتة فقط، واخدين بالنا، ادي 1 2 3 1 2 3، كل ده ناقص عمود واحد ما عملناهوش هنا 4 1 2 3 4، لكن من اول هنا عملنا 1 2 3. تمام، نركز مع بعض. عملنا احنا غرزة البيكو اهي، وعملنا فيها سلسلة
بعد المنزلقة. نيجي هنا في غرزة البيكو الأساسية، فباخد هنا بدخل فيها كده، بدخل فيها وباجي اخد الخيط واعمل منزلقة. تمام، واجي اعمل اقفل المنزلقة واعمل ايه غرزة. واجي هنا في الغرز اللي من تحت بدخل فيها وبعد بسحب الخيط وبطلق منزلقة. تمام، بعمل واحد اتنين تلاتة، والجزء ده انا عملت فيه واحد اتنين تلاتة غرزة، وهنا اتنين بس عشان اجي هنا واعمل منزلق يبقوا تلاتة. تمام، هاجي الناحية التانية وهعمل في الجزء ده، انا كده عملت اهو اهو، هاجي هنا لحظة بس ارفع الخيط واجي الناحية التانية، هاجي الناحية التانية ادي الغرزة دي، اجي هنا واعمل بالظبط كده الخيط، واجي اعمل هنا في الغرزة هنا عمود بلفة واحد، يبقى في سلسلة هنا. تمام، بالشكل ده بطلع واحد اتنين تلاتة، باجي هنا بعمل منزلقة. تمام، بالشكل ده، وباجي في العمود اللي وراه هنا بعمل منزلقة بالشكل ده، واجي اطلع واحد اتنين تلاتة، وباجي هنا وبعمل منزلقة وبطلع كده اهي، بدخل في الغرزة اللي وراها العمود اللي وراها هنا وبعمل منزلقة، بعمل واحد اتنين تلاتة، وباجي هنا وبعمل منزلقة وارفع الخيط، واجي الغرزة اللي وراها العمود. تمام، باجي اعمل منزلقة واطلع واحد اتنين تلاتة، وبعمل هنا منزلقة. تمام، وبرفع الخيط وباجي العمود اللي وراها هنا وبعمل منزلقة وبطلع واحد اتنين تلاتة، وباجي هنا بعمل منزلقة ارفع الخيط خلي بالنا، واجي في العمود بتاعنا بعمل منزلقة وباجي واحد اتنين تلاتة بعمل منزلقة. تمام، ادي هنا شبكتهم كلهم مع بعض اهم. تمام، هاجي بس في الجزء الاخراني دوت وهنعمله دلوقتي مع بعضينا. انا كده شبكت الايه الغرز بتاعتي، جيت هنا وعملت اخدت الخيط ودخلت هنا في اخر واحدة وعملت عمود بلفة وطلعت واحد اتنين تلاتة، خدت الخيط ودخلت اهو على الابرة ودخلت في الفراغ اللي جنبه هنا وعملت عمود، وبعدين سلسلة، وخدت غرزة البيكو اهي الاولانية ودخلت فيها بالشكل ده اهي، وخدت الغرزة بتاعتي وطلعت بمنزلقة كده. تمام، بس بوسع الخيط شوية وباخد منزلقة واحدة واتنين، وباجي هنا على غرزة العمود وبدخل بالشكل ده وبطلع بالخيط كده. تمام، بعمل واحدة تانية واحد اتنين تلاتة، وبدخل الوحدة المفرغة دي بالشكل ده وبعمل عمود، نخلي بالنا العمود اهو، وبعمل غرزة سلسلة وارفع كده، بدخل في غرزة البيكو اهي وبدخل تاني بالخيط وبطلع بيه منها وبعمل منزلقة بالشكل ده. تمام، وباجي هنا على الغرزة بتاعت العمود وبقفل بالشكل ده. تمام، واحد اعمل واحدة تاني
معاكو 2 3، بعمل العمود بتاعي وبرفع شوية، سوري، بعمل سلسلة وبرفع شوية، باخد غرزة البيكو اللي عليها الدور، بدخل في نصها وبعدي الخيط وبعمل غرزة، وباجي هنا قبل ما اعمل السلاسل بعمل غرزة المنزلقة، 1 2 3. ده التشبيك يا جماعة بتاع غرزة البيكو، سلسلة، وباجي هنا بدخل بالغرزة في النص واطلع بالخيط، بس امسكه شوية كده، وبعمل غرزة، وباجي في غرزة البيكو هنا وبعمل منزلقة، تمام، 1 2 3. اوريك بس عشان ما نسهاش مع بعض وما نشوفش الايه التشبيك، اهي تشبيك في غرزة البيكو اهو، ده شكله زي ما انتوا شايفين، تمام. مش هطول عليكم عشان احنا عملنا كده، هوصل لغرزة البيكو التانية وهنيجي نشبك الايه الغرزة بتاعتنا هنا في الغرزة دي هنا في النص، هوريكم نعملها ازاي. كده شبكنا الحرف في الناحية دي، والناحية دي هنشبكها برضو في الاجزاء دي، الناحية دي وفي الجزء ده كمان، تمام. هخلص غرزة البيكو، هبدأ هنا، وصلت لغاية عملت 3 سلاسل ووصلت للغرزة هنا، تمام. بعمل العمود الاولاني، 1 كده عملته، تمام. طلعت بالخيط شوية وجيت اول غرزة هنا، دي اخر غرزة، اول غرزة العمود هنا، وخدت دخلت فيه بالشكل ده، وخدت الخيط وطلعت بايه الخيط بالشكل ده، هعمل ايه، هعمل منزلقة، مش عايزة اعملها، ممكن ما اعملهاش عادي، ادي اول عمود، وندخل كده نعمل تاني عمود، وبعدين سلسلة. انا مش هعمل منزلقة، شكلها مش حلو، يعني في فراغ هيبقى في بين العمود والعمود، لما عملت المنزلقة هعملها ادخلها كده وابدأ على طول اشتغل على العمود عشان ميبقاش فيه فراغات بالشكل ده، اهو مفيش فراغات، عملت السلسلة ودخلت عملت العمود التاني، تمام. هو انا المفروض 2 عمود، عملت 2 عمود بالشكل ده كاملين، تمام. طلعت 1 2 3 4، وجيت هنا عملت العمود بتاعي، ايه، الحشو، 2 3، غرزة الحشو، هكمل انا لغاية الاخر وهلف الشغل، تمام، يعني هكمل هنا وهوريك هنعمل ايه. وصلت للاخر هنا اللي هو اخر الغرزة، بعدين عملت عمود، 2 عمود، وبعدين سلسلة، وبعدين عمود واحد، مركزين عشان الجزء ده ما تعملش لسه، تمام. فانا عملت عمود واحد بس، بعدين عملت غرزة السلسلة ودخلت هنا وعملت برضو منزلقة، وطلعت 1 2 3 4 عشان هعمل عمود واحد بس، وعملت السلسلة بتاعت اللي في النص، تمام. عملت عمود واتنين عمود بالشكل ده، تمام، او كده 3. هبدأ انا اشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4 سلاسل، وهدخل في الجزء ده من الغرزة واعمل 1 2 3، وهكمل لغاية لما اوصل لغاية الغرزة بتاعتنا وهقول لكم هنعمل ايه. احنا كده وصلنا هنا للغرزة التانية، تمام، طلعنا شبكنا واحدة وهنشبك التانية، عملنا الغرزة بالشكل ده اهي، تمام. جينا هنا، جينا على الغرزة اللي وراها هنا اهوت، ودخلنا في السلاسل، بس خدنا اللي هما الحلقتين بتاعت السلسلة، لحظة، دخلنا في الحلقتين، اجيب بس الحلقة التانية اطلعها معايا، مش واضحة بس شوية، هم حلقتين، واجيب الخيط واخده اطلعه بالشكل ده من الابرة، تمام. وهاخد سلسلة بس علشان ادخل اعمل منزلقة هنا، وابدأ اطلع بالايه
منزلقة في السلسلة برضو، واطلع واحد اتنين تلاتة، وباجي هنا على الغرزة اللي وراها هنا العمود التاني اهي، ادي عمود وادي عمود تاني، تمام. باجي اخد الخيط وبطلع بالشكل ده، وما عملش السلسلة، هعمل عمود على طول. واحد كده عملت العمود، وبعدين سلسلة، وبعدين عملت العمود التاني، تمام. واخدين بالنا من الغرزة بتشتغل ازاي؟ ونصيحة مني، محدش يعمل معايا ما ينشئ، ما تنشوش الخيط. واحد اتنين تلاتة اربعة، مش عارفة انا حسيت مش عاجبني لما نشيت الخيط، هو هو الخيط على فكرة اللي بشتغل بيه، طري هنا طري وهنا ناشف كده وواضح. شوفوا انتوا قولوا لي في التعليقات انه احلى، الجزء دوت احسن ولا الجزء ده كده، تمام. يعني انا احسن في الشغل ومعاكم، انتوا معايا من اول ما اشتغلت، شوف شكل الشغل حلو بده ولا لا، يعني انه احسن. تلاتة بدخل كده بعمل غرزة حشو، بعمل غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة، باجي هنا بعمل التلاتة عمود، واحد اتنين وسلسلة، ويا العمود التالت باجي أعمل سلسلة، بلف الشغل وبدخل أعمل غرزة منزلقة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وأكمل بالشكل ده، واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة أربعة، وباجي أعمل غرزة حشو هنا، تلاتة غرزة حشو هنا، وتلاتة غرزة حشو هنا، وأربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وباجي هنا بعمل الغرزة بتاعتي، اتنين عمود سلسلة، واتنين عمود تاني في نفس المكان، واحد بطلع بالخيط كده، وباجي هنا الغرزة بتاعتي اهي السلاسل، باجي اخد حلقتين والخيط بدخله بالشكل ده، و بعمل سلسلة علشان أدخل أعمل منزلقة، سلسلة بقي أدخل في العمود اللي وراه بعمل منزلقة. عملت كده هعمل المنزلقة في العمود ده كمان كده، دي شكلها أهي. بعد ما خلصت الجزء ده هبدأ في الغرزة بتاعتي، وهعمل واحد اتنين تلاتة، باخد الخيط كده وارفعه شوية وادخل في الغرزة التانية اهي، بدخل كده اسهل لو حابة عايز يدخل، وبعدين بعمل العمود التاني على طول، بشتغله من غير ما اعمل هنا غرزة تاني، وبعدين بعمل سلسلة وبدخل اعمل عمود بلفة، اتنين عمود بلفة في نفس المكان، وبعدين بطلع اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة، وباجي هنا بعمل غرزة حشو، تمام. هوريكم الجزء ده اهو قبل ما انتقل لغرزة الايه اهي بالشكل ده، تمام. باجي هنا بعمل واحد اتنين تلاتة، باجي هنا بعمل غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة، وبشتغل هنا تلاتة زي ما ايه عملنا في الغرزة اللي فاتت، تمام. اتنين بعدين سلسلة والعمود الأخراني بالشكل ده، طبعا احنا قلنا ان دول تلاتة بس، بلف الشغل وبطلع سلسلة وبعمل غرزة منزلقة في الفراغ، تمام. بطلع واحد اتنين تلاتة أربعة، باجي هنا بشتغل في نفس المكان، اتنين عمود، واحد اتنين،
وبعدين 1 2 3 4 باجي هنا بعمل غرزة حشو بالشكل ده، 1 2 3 4 وبشتغل الغرزة بتاعتي اهي، تمام. بدخل في النص وبعمل 2 عمود سلسلة، 2 عمود في نفس المكان، 1 2 تمام. بطلع بالخيط شوية كده وبلف الناحية دي عشان يبقى مستواه مظبوط. اجي هنا اهو واجي اعمل الخيط، بدخله بالشكل ده وبعمل منزلقة كده، وبدخل في الغرزة اللي وراها هنا في العمود الأخراني التاني يعني، بدخل كده وفي النص بدخل واحدة منزلقة، بطلع 1 2 3 برفع شوية وباجي في الغرزة الأخرانية من التلاتة دول، هما تلاتة مع بعض، باجي كده وبعمل ايه منزلقة، تمام. وباجي ادخل هنا وهعمل عمود، 2 عمود كده، بقوا 3 نخلي بالنا، تمام كده. هقفل وهاجي الناحية التانية وهعمل ايه، 1 عمود 2 عمود بس، 2 عمود بس، تمام. باخد طبعا عشان كده هقفل وهعمل غرزة اللي في النص هنا، هقفلها 1 وهقفل والف الشغل بالشكل ده، وهاجي هنا هعمل سوري بعمل هنا 3 جمعهم، عملت هنا 3 صح، اعمل غرزة، لا هنا هعمل 4 سوري، هعمل 4 الغرزة زي ما هي، 2 وسلسلة و2 في نفس المكان، سوري. الغرزة دي اللي عملتها في الدور الجاي، هعمل الناحية التانية 3 برضو، هجمعهم كده 2 وسلسلة و1 تمام، بعدين سلسلة وبطلع كده هنا واعمل غرزة منزلقة، تمام. وبطلع 1 2 2 بس وبعمل غرزة هنا، تمام، غرزة واحدة كده وبجمعهم مع بعض بالشكل ده، وهنا كمان بعمل غرزة عمود، 2 غرزة عمود بالشكل ده، 3 غرزة عمود تمام، وبرفعهم بالشكل ده في غرزة واحدة واعمل منزلقة، تمام. بعمل غرزة كمان وباجي هنا في النص في الجزء بتاع غرزة البيكو، فاكرينها اللي هي هنا في الشكل ده في الطرف، باجي هنا وباخدها في النص معاهم بالشكل ده، باخدها هنا كده وبدخل بعمل منزلقة بالشكل ده، تمام. بعمل منزلقة وبعدين بعمل هرفع شوية وبعمل غرزة عمود، وباجي هنا بعمل سلسلة، وباجي هنا في النص هنا في الجزء دوت بعمل منزلقة اهي، بطلع بيها بالشكل ده وبدخل كده، تمام. باجي هنا بعمل 1 2 3 وبدخل هنا في الغرزة اللي هي فيها 3 وبقى فيها 2 سوري، وبعمل التالت، تمام. بعمل غرزة منزلقة بالشكل ده، وباجي بقى الناحية التانية، هشتغل دلوقتي الناحية التانية وهعمل الجزء ده وهشبكه هنا، تمام. كده انا عملت هو كامل، ده اللي مش كامل وهعمله بإذن الله في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم، انا كفاية كده الجزء دوت من الفيديو، شبكت الجزء دوت وهعمل لكم التشبيك بتاع الجزء ده بالمرة عشان نكمل ال4 جهات، بحيث ان انت يبقى عندك الفيديو كامل ب4 جهاته، ما تبقيش ناقصك حاجة في الفيديو ولا المربع الجميل ده. عجبني جدا الوحدة،
عشان كده حاولت اعمل لكم من كل الجهات الاربعه التشبيك بتاعها. تمام، ان شاء الله اكون وفيت وكفيت الشرح النهارده، واكتبوا لي في التعليقات لو في حاجه وقفت معاكم او في اي استفسار. اشوفكم باذن الله في لقاء تاني مع فيديو تاني، ومع تحياتي جان انصاري.